120 70 035 120 وعيد على عزيز عليك والحياة فام تفرح بيك وإن شاء الله عيدكم مبروك على الحياة فام. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع متابعينا الكرام في هذه الليلة السعيدة، ليلة عيد الفطر المبارك. إن شاء الله الصيام مقبول وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك، وكل عام وأنتم بأحلى جو على موجاتنا، موجات الإذاعة التي حبيتوها برشا وتابعتوها في هذا الشهر الكريم، إذاعة حياة اف ام. إذن نستقبلكم متابعينا الكرام وكل من اختار أن يلتحق بنا في هذه الليلة السعيدة، ليلة عيد الفطر المبارك، ونفتح لكم المجال لكي تقوموا بتحيات اللي تروها مناسبة، تعيدوا على أحبابكم، على أصحابكم، على عائلاتكم، على اللي تحبوهم على موجات إذاعاتنا، إذاعة الحياة FM. ممكن تتصلوا برقمنا وهو 70 035 120. ممكن أيضا تقدموا تحياتكم على صفحة الفيسبوك بإذاعتنا الكريمة. ممكن تتصلوا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، انستغرام، فيسبوك، ورقم الهاتف مفتوح للجميع. إن شاء الله نعدي مع بعضنا ليلة حلوة وليلة عيد مباركة في هذا الجو القيرواني البهيج في إذاعتكم القيروانية الخاصة بالصحة، إذاعة حياة FM. سهرتنا متواصلة على جزئين. إذن في الجزء الأول سنحكي على بعض البرامج التي قدمناها في إذاعتنا الكريمة. سنستقبل مع بعض عبر الهاتف كل من شنفوا أذاننا، كل من أسعدونا في فترات حلوة وهم فنانين كبار، فنانين رفعوا روسنا عبر مشاركاتهم في الوطن وخارج أرض الوطن. وعلى سبيل الذكر نحب نقول لكم أنه سيد أحمد جلمام سيكون معنا إثر عودته من القاهرة، من مشاركته المتميزة في صالون في حفل دار الأوبرا التي أثث فيها سهرة حلوة برشا ضمن مسابقة سيحكينا عليها بعد شوي. وما نحبوش نسبق الأحداث، سنستمع مع بعضنا إلى المنشد العالمي أحمد جلمام. سنستضيف كذلك فنان قيرواني وهو الفنان زين الحداد، والذي ستنشر له بعض الأعمال الجديدة وبعض الأعمال التي لاقت رواج حلو برشا، ستذاع اليوم وغدوة إن شاء الله أيضا في قنوات تلفزيونية، سنحكي معها على هذه الأعمال. سنتشرف أيضا بلقاء الفنان المتميز ابن القيروان صاحب الأنامل الذهبية الفنان البشير السالمي الذي كان بيننا منذ يومين وشرفنا بحضوره وشنف آذاننا رغم الفترة يعني القصيرة التي قضيناها مع بعضنا، لكن بالحق أتحفنا بالكثير من الإنتاجات والأعمال الجيدة. إذن إن شاء الله فترة متميزة، فترة يعني ثرية بكم بمشاهدينا ومتابعينا على قناتنا، قناة الحياة FM، وبضيوفنا الكرام اللي نحب نضيف، نحب نسلم عليهم، نحب نقول لهم عيدكم مبروك. هم موجودين معنا في الاستوديو ويشرفونا الليلة بالوجود. وأول ما نحب نسلم على أخي أحمد المخلوفي في الإخراج التقني، وابني أيضا سهيل السالمي في الإخراج الرقمي، وعلى أنس، ما ننساوش أنس اللي باش تمررنا إن شاء الله المكالمات الهاتفية، هي وأحمد وشباب وتقني وكل العاملين في إذاعتنا، إذاعة الحياة FM. في الأستوديو بحذايا زميلة عزيزة على قلوب مستمعيها التي أيضا أصبح لها يعني عمل جميل في إذاعتنا وأصبحت لها يعني متابعين ومتابعات وشاركت في الكثير من البرامج وشرفتنا في مشاركاتها، وهي صديقتنا وزميلتنا سندس سبور. مرحبا، مرحبا فيك، مرحبا فيك، وإن شاء الله عيدك مبارك وإن شاء الله ربي يفضلك. مبارك يعيشك، ومساء الخير لجميع المستمعين، عسلامتكم، عيدكم مبروك، إن شاء الله صيامكم مقبول وقيمكم مقبول زيدا، وإن شاء الله تعطيوا معنا سهرية العيد اليوم، سهرية كلها موزيكا، والحقيقة تبقى عالية، تبقى فنية عالية اليوم. العفو، والله يبارك فيك. أيوة الحمد لله، الله يخليك. إن شاء الله نحن ديما نستضيفوا يعني ناس اللي يفرحوا الجمهور ويفرحونا ويسعدونا. شوف كي نبدو نحن في حالة انتشاء فني وفي حالة سعادة، نجم نضيفه، نجم نقدمه الإضافة، نجم يعني نحسه الجو الجميل ونحسه يعني الموتيفاسيون اللي هي يعني التحفيز، ولا فما نوع من التحفيز
التحفيز اللي خلينا ننتشي ونطير انتشاء في سماء الإبداع وسماء الفن القيرواني التونسي. كنت ممتعا سيدي الكريم. ربي فضلك وربي يعطيك بالوقت الطيب إن شاء الله. نسلم زاد على بنتنا الكريمة وبنتنا الفنانة المبدعة سيرين ثابتي. ساعة عسلامة مرحبا بيك، شل عيدك مبروك سيرين. عسلامة أستاذ عايشك، شل عيدكم مبروك. أهلا وسهلا بك والمستمعي إذا الحياة فيه. مرحبا بيك وإن شاء الله نعديه ليلة حلوة ممتعة نحن وياكم وجميع المستمعين والمشاهدين. الآن نحب نسلم زاد على صديقي وزميلي الفنان الكبير مراد بشير. عيدك مبارك خوي مراد. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله ربي يحييكم الأمثال وإن شاء الله نستمتع مع بعضنا بحصة جميلة إن شاء الله. أهلا وسهلا، إن شاء الله كل عام وانتم بخير ومتابعينا مستمعينا. ونزيد نحيي صاحب الأنامل الذهبية عازف العود المتميز الفنان الرقيق قاسم موى قاسم الشواشي. عسلامة خوي قاسم. عسلامة خوي صفيان، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، ان شاء الله عيدكم مبروك، نتمنى عيدكم مبروك للناس الكل وربي يحيينا بخير وربي يحيينا لمثاله. انتم زرتوني قبل اي في... كان لي الشرف معناتها في باش احنا تشرفنا لنا شرف وجودك معنا. بارك الله فيك، تعطيني حسن خلق كذا ربي يبارك فيك. في اي برنامج يعني برنامج فيها برنامج حديث الروح، برنامج حديث الروح اللي هو يعني صاحبنا طيله شهر رمضان في حلقات كانت متميزه بكم انتم بوجودكم معنا بمشاركينا بضيوفنا بأصواتهم الحلوة بمشاركاتهم الإبداعية. هو فضاء يعني كان للإبداع، نحن مش نحكي عليه برشا، لكن من حق السادة المتابعين والمشاهدين أن نحطهم في إطار هذا البرنامج ونعملوا يعني ركاب صغيرة على هذا البرنامج ونحكي عليه شوية. مدام أنت تابعتوا البرنامج هذا؟ تابعت البرنامج، هو حديث الروح ولكن حديث روح الموسيقى الحقيقة وروح الفن الكل تعدى باعتبار نوعية الضيوف اللي كانوا من ستاندار عالي الحقيقة كيما سيد أحمد جلمال اللي ما كنتش نتصور روحي اليوم ماني باش نكون في استوديو هو باش يكلمني. انت باش تخاطبوا اليوم وباش تسلموا وباش يجاوبك وباش تتفاعل معاه وتتفاعل معاك بياسر. ربي يفضلك وسيد احمد السالمي، نحن كبرنا الكل على الاذاعه التونسيه التلفزه التونسيه وسيد احمد السالمي. سيد بشير السالمي والكمانجه الشهير، الوجه الشهير والكمانجه الشهيره. ايضا سيزين الحديد بعد ذاك ابن القيروان، وصلت القيروان وصد القيروان. ولي الشرف اني نكون معاكم في الاستوديو الليله وان شاء الله تتعدى سهريه ممتازه. مرحبا بك وربي يفضلك، ونحب نسمع هذا النغم الاول في هذه الحصه لجميع متابعينا ومستمعينا الكرام. اهلا وسهلا ومرحبا من جديد، عدنا لكم مستمعينا الكرام في هذه الليلة السعيدة، ليلة العيد المبارك، عيد الفطر الذي نحتفل ونحتفي به مع بعض في إذاعة الحياة اف ام. كان من أبرز نجوم برنامجنا حديث الروح فنان كبير برشا ابن القيروان. أنا شخصيا أسعدت به أيما أسعد، فرحت به برشا، فرحت بوجوده، فرحت بالجميع، لكن بشير السالمي بصراحة قامة فنية كبيرة بصراحة، يعني ما كناش نتصوروا أنه بشير السالمي سيكون بذلك الحضور بذلك الإبداع بتلك اللمسات الإبداعية الأخلاقية التربوية. يعني بصراحة إنسان ما شاء الله، فرحنا بوجوده معنا واش خلانا اليوم عيدنا عليه بصفتنا الخاصة، واليوم حبينا متابعينا يعيدوا عليه ويعيد عليهم وهو معنا توا على الهواء مباشرة. نحبوا قولوله كل عام وانت بخير، نحبوا قولوله عيدك مبارك أستاذنا الفاضل. أهلا سي بشير. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، نورتنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، عيدك مبروك. أنا عيدك مبروك وكل عام انتم حيين بخير. أهلا وسهلا وإن شاء الله عيد مبروك عليك وعلى سي عبد المجيد. ربي يفضلك، بارك الله فيك. وانت سفيان راك خو وسيد الناس، راك تربية وأخلاق وكل. ربي يفضلك. أنت اللي حببتني في الإذاعة وأنت اللي خليتني نجي للقروان وأنت اللي كنت سبب في التكريم. الحمد لله. العفو. هذا الكل نعرفه من أخلاقك العالية. العفو. ومن دمسة الأخلاق متاعك. العفو. وأنت فنان متكامل قال الرجل، وأخلاق قبل الفن. ربي فضلك وربي يبارك فيك، هذه شهادة نعتز بها. لا يفوتني أن
نعيد على مستمعي إذاعة الحياة فان. بارك الله فيك. واللي هي إذاعة أنا نعتبرها مكسب جهوي وهي مكسب وطني جملة. نعم اي نعم. ونهني القراوة بهالإذاعة الفتية هذه اللي إن شاء الله بإذن الله تشق طريقة كما بقيت الإذاعات الكبار اللي في تونس. اي نعم بارك الله فيك. إذا بالنسبة لسي بشير السالمي كان معنا يعني في حلقات حلوة وكان يعني ضيف في الإذاعة وضيف أيضا في مهرجان ليالي المدينة التي أتحفنا فيها بعزفه وببراعته وشنف آذاننا. سي بشير أنت بالنسبة لأكل مجموعة اللي شفتها يعني صالون القيروان الموسيقى عبرت على أعجابك وشكرتها وكذا يعني إيش نجم تقول لها توا في هم يسمعوا فيك؟ والله أنا نحييهم فردا فردا وانت بطبيعة سفيان العماري هو العماري هو اللي هو قال راجل هو المايسترو والقائد متاع هالفرقة هذه الممتازة واللي برنامج طويل وعريض اللي قدمتوه أنا معجب بهم ومعجب بهالتكوينة هذه وإن شاء الله وأنا طلبت من الجمهور باش يحط يده فيدكم ويعطيكم دفع لأنه هو كما كنت نحكي دفع مكسب القروان فرقة من أروع ما فما ما شاء الله صحيح معناها من الآلات الكل وما شاء الله للطموح الشباب ذاك يتقدون حيوية ونشاط علما انهم متطوعين يعني دايرهم بالتوفيق بالطبيعة والنجاح وفكروني في صغري قبل ما نمشي للإذاعة كنت ننشط ضمن المعهد المعهد الثانوي منصورة والا ابن رشيق ايوه وقتها كان سي عبد الرزاق طلحة في المنصورة عليه رحمة الله عليه رحمة الله صحيح وسي محمد المكني الله يرحمه زاد كيف كيف في المعهد ابن رشيق صحيح معهد الفتيات فهالفرقة هذه أنا مذهبية أنا من ناحيتي أنا زادها مذهبية دفع كبير وإن شاء الله يكتب لها وإن شاء الله المسؤولين معنا يحطوا يديهم في يديكم سيدي أنت سند لها زادة سي بشير أنت سند رك معنوي وكل شيء تنجم تعاونها بالرأي بالنصح بالدلنا على ثنية صحيحة أنت يعني عندك تجربة قديمة وكبيرة برشة في هذا الميدان وبالتالي نحن الناس يمشوا على كبارهم وأنت يعني سيد العارفين وسيد الموسيقيين وبالتالي نرجعوا لك في أي نصيحة في أي حاجة في أي استعانة بك لأنك غني عن التعريف فبعدين أخوك مراد بشير يحب يسلم عليك ويحب يعيد عليك اي نعم ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يفضلك وربي يطول في عمرك يا غالي عايشك ربي يفضلك عايشك يا مراد يا باي وان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله عيدك مبروك وعيد وان شاء الله العائلة الكريمة زادة عيدها مبروك يفضلك يفضلك وانا اسعدت كثيرا وقعد لي كلمه ما قعدت لي وما نكذبش عليك ندمت اللي روحت في سافيسا صراحة حبيت نشوفكم من تودوا وكل شيء وبش نشكركم على الحفاوة الاستقبال العفو سيدي لا شكرا على واجب لا واجب صراحة فرحتوا بيا و... انت خونا وخونا الكبير وشيء من مداه لا يستغربوا يا اخويا ثم الناس طيبين واحنا طيبين والقراوة كلهم راهو طيبين راهو الحمد لله فما صراحة راهو لا محالة الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه لكن الأغلبية في القراوة ما شاء الله ناس طيبة ويفرحوا بولد بلادهم ويحبوا له الخير وأنا زادة كيف كيف زادة مصافحتي لكم ونشجع ونقول لكم اللي طريقكم إن شاء الله بإذن الله نير وإن شاء الله معكم ربي وفضلك وإن شاء الله كما قلت للخراوة في الحفلة قلت لهم ما تبخلوش مش عملوا حفلة إجاوا بكثافة وشجعوا هالفرقة هذه وصالون الموسيقى العربية القيروان
هو مكسب صراحة مكسب. انت توا مش تعطينا وعد توا نحن هك على على المباشر توا نحن انت أيوة. توا نحن مش نطلب منك هكا باش تعطينا وعد ان شاء الله احنا في شهر ان شاء الله شهر جوان ان شاء الله مش نكون ان شاء الله في القاهرة في مسرح الأوبرا انت باش تشرفنا وانت باش تشرف وانت بطبيعتك معناها انت عالم انت شرف الموسيقى التونسية والعربية نحبوك انت باش تكون معنا ان شاء الله بحول الله ان شاء الله وعد هذا وعد باذن الله ان شاء الله بحول ربي يفضل وربي ربي سهل وربي يجيبنا في الصواب الناس سي بشير تو في الاستوديو كلهم يحبوا يسلموا عليك اش نعملوا تو سلموا عليك كلهم يحبوا يصافحوك هيا سيدي هيا معك سي قاسم يحب يصافحك ايضا مصافحه تفضل سي قاسم سي بشير مرحبا يا سيدي سي بشير يا سيدي يعيشك قاسم الشويشي معك سي بشير مرحبا مرحبا يا سيدي وعيدك مبروك علينا وعليك سي بشير ما تصورش قداش كنت سعيد جدا معناتها قلت لي اسعدت على الركح وانت معايا معناتها وانت معايا شرف كبير كنت سعيد جدا ربي يعزكم وسعدت اكثر وقت اللي قلت لي نعرف الوالد ونعرف فهمتني اي نعرف الوالد حلواشي حانوته بحذا بشويه بعد حمام تقتق وبشويه بين حمام تقتق وبين كوش تشيح بالضبط بالضبط ربي يعطيك يعيشك نعم واناقته وكل وكشعر تالي ومحلاه وفنان بيتم معنى الكلمه الراجل يا ربي يبارك فيك معناها الله يرحمه وينعمه تعيش تعيش بشير تعيش انتم خير خلف لي خير سلف ربي يفضلك وربي يبارك فيك زميلتي سندس اسبوعي في التقديم تشاركني الليله في تنشيط هذه الحصه تحب تسلم عليك سي بشير هي زميلتي في الاذاعه وفي التعليم الزوز سي بشير مساء الخير سيدي عسلامة يا بابا مرحبا يا بابا شنو حوالك يا سيدي لاباس سي بشير الحمد لله ونعم بالله عايشك ربي ان شاء الله عيدك مبروك وانت بالله نعاد عليك بالصحة والعافية والفن زي عايش. ان شاء الله كل عام وانت فنان يا سيدي يعيشك بارك الله فيك فنانة وسميعة راكي تبدا تسمع تبدا ما شاء الله باش تخرج من احنا كبرنا بالموسيقى التونسية الأصيلة وعلى لحن وعزفكم وسيبة بشير القلعي والموزيك جاية لك بارك الله فيك وإني أستاذة بتاع إنجليزية لو ممكن ما كنتش أستاذة إنجليزية رغم كنت أستاذة موسيقى أيوة. بارك الله فيك بارك الله فيك وإنا كيف شاهدت الفيديو بتاع عرض رقائق عربية كنت سالون للموسيقى العربية بالقيروان صدقني أيوة. قلت له سي سوفيان أنا عندي قديه من عام ما سمعتش موسيقى بالخامة هذه صدقني رجعنا الموسيقى الأصيلة اللي يسمح الإنسان بالحق نعم. بالحق فيها حديث للروح الموسيقى هذيك تشاطرني نعم. الرأي ولا أي أنا ذاش قلت أنا من اللي ريتهم يعزفوا من البرنامج اللي ريناه معناها ذاش قلت أنا الحقيقة والكلام اللي قلته أنا في الحفلة اللي ليلتها فوق الركح صحيح ماهوش من عدم راهو على خاطر الأولاد تبارك الله ما شاء الله عليهم صحيح هما شباب وكل لكن خبرتهم عندهم خبرة كبيرة ما شاء الله ورد بالك راهو العمدة راهو في الفرقة راهو على المايسترو راهو المايسترو هو اللي يعطي من روحه للفرقة ربي يفضلك وإذا كان ريتهم سي بشير حتى اللي غني بربي حتى اللي غني يا سي بشير والتمارين سي بشير هو مايسترو يعرف المسؤولية سي بشير حتى اللي غنى حتى اللي غنى والله يعني فرقة كما هذه الحقيقة لازمها برشا عناية تكمل بيناتنا لازمها برشا لفتة كبيرة من وزارة الثقافة خاطر في مستوى دار الأوبرا المصرية الحقيقة هذه دار أوبرا تونسية الحقيقة تفكرنا بالخدمة نتاع المايسترو بالعلجية وسي بشير السالمي برشا برشا الحقيقة برشا الموسيقى التونسية نتاعنا بغض النظر على الجيل الجديدة اللي طالع نحن نحن إلى ذلك الزمن الجميل عن طريق هذا اللحن الرائع الحقيقة شوف سيرتو في هالبريود هذه في هالمدة هذه معناها باش تلقى فرقة وتلقى فرقة وتعمل في البرنامج شبيب البرنامج اللي ريناه واللي تقدم المرة الأخرى في الحفلة معناها قليل اللي جازف ويعمل الشيء ذاك
لأنها الناس كل توا مدية للريح، الناس كل معناها ماشيين مع الرداء وماشيين مع السهل وماشيين مع الموسيقى اللي ما عندها الأساس لراس واللي تجيب الدخل المادي السريع، كسب المادي السريع. اي نعم اي نعم، ولات الموسيقى ما عادش عندها دورها اللي من أجلها هي توجدت لي. فالناس ولات ما، وبصراحة الناس ما عادش تقبل على الحفلات. ما كذبش عليك، في تونس توا هنا تقول حفلة ما عادش عندهم ثقة، ما عادش لأنهم يقصوا تسكرهم ودرشتوه وفضيوا رواحهم وفي الأخر يلقوا رواحهم قاعدين قدام حاجة هرج وما رج. ما عادش فما رنة بالحق وما عادش فما موسيقى اللي هي تسحق الذكر. أنا حضرت الحقيقة في قداش من حفلة في مهرجان قرطاج في تونس وآخرها في 2009، الجمهور يخلي الفنان ويخرج، صدقني يخلي الفنان ويخرج مهما كان مهما كان. فنان ساعات يجي أجنبي من أمريكا ولا ما نعرفش، صدقني في تونس عنا وذن موسيقية صحيحة، فنان كي تقدم موسيقى خامة تونسية أصلية ترجع الإنسان الطابع الأصلي وموسيقته الأصلية، يقعد يسمع للآخر حتى لو كان مش يسمع فيها كل يوم. سي بشير سلمي ضيفنا الكريم الذي أسعدتنا في ليالي رمضان وأسعدتنا في ليالي المدينة، أسعدتنا الليلة بهذا الاتصال الحلو الجميل. ربي فضلك. أنا فضلك يا سيدي سفيان. كلمة الختام عندك، تفضل سيدي بشير. كلمة الختام أنا أقول على الأقل باش نقعدوا متواصلين ببعضنا. ما تبخلوش عليا مش على حاجة، على الأقل تبدأ أعمالي معاكم على الأقل. أكيد المعزوفات اللي هم موجودين في اليوتيوب حاولوا تمرروهم في الإذاعة. أي نعم أي نعم أي نعم، على غرار حنين. معناها مش على حاجة، على خاطر كيف يتعدوا في إذاعة الحياة. نعم نحس ممكن يسر ويكلموني أقاربي وأحبابي وأصحابي ويقولوا لي رانا نسمع في المعزوفة الفلانية والكل، خاطر مش ناس كل تدخل اليوتيوب راهو. صحيح. باركونتر كي يسمعوها من الإذاعة عندها نكهة أخرى، عندها نكهة خاصة. فخليوني أنا معاكم إذا كان لي معزة عند أهلي وأحبابي. أنت خليك معنا في الاستماع مباشرة بعد أذان العشاء إن شاء الله، ستستمع إلى إلى معزوفة حنين التي نهديها إليكم ولكافة متابعينا. إذا نرفع لحضراتكم إن شاء الله بعد قليل أذان صلاة العشاء ثم نتواصل مع بعض في هذه السهرة، فابقوا معنا. من جديد مستمعينا الكرام على هذه النغمات الحلوة لمعزوفة حنين للفنان العازف الأول قائد الفرقة فرقة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الفنان بشير السلمي. معزوفة حنين رجعتنا إلى حنين، إلى الماضي وإلى ميزان المجرد وإلى الكثير من النغمات الحلوة. على هذه المعزوفة عدنا لكم جميعا وإن شاء الله نكون قدمنا استحسانكم. ومن منطق أن يعني نعترف بالجميل لجميع الذين زارونا في حياة FM على قناتنا، حابين نسلم على كل من ساهم في إنجاح البرامج هذه ونكرموهم، أعددنا لهم بعض يعني الشهادات التقدير، بعض يعني المساهمات البسيطة واللي بعيد علينا مبدئيا حابين نكلموه بالتليفون ونقول له إن شاء الله عيدك مبروك. وفما حتى الشيخ أحمد جمام الذي نورنا بوجوده في هذه القناة، كان يعني رمز من رموز الإنشاد الديني الذي مثل تونس في العديد من المحافل والتي شارك فيها بإبداعاته والتي نورنا وقام يعني بمجهودات كبيرة وحاز العديد من الجوائز. واليوم يعود لنا من القاهرة من مصر بيعني تسمية جديدة أطلقت عليه وهو السفير. سعادة السفير معنا توا على الهاتف. أهلا سعادة السفير، مرحبا، كل عام وانتم طيبين، خير، عيدك مبروك. بارك الله فيك في التسمية اللي تهز الروح. سموه لك في مصر، أنا ما عطيتك شيء في مصر سموك. والله ربي يفضلك وربي يفضل كل المستمعين حياة فام، ربي يفضلهم وربي يفضل التوانسة الكل، وإن شاء الله ديما سعداء بمناسبة هذا العيد. العيد السعيد وانت بالأسل والعائلة كل يا رب.
امين يا ربي امين. بارك الله فيكم. ربي يفضلك. وقتاش رجعت انت؟ يعني عندك فتره من مصر ولا اليوم ولا وقتاش؟ لا رجعت عندي 3 ايام ما شاء الله، على خاطر وقع استقبالي من طرف هم من هيئات اخرى، من كما هيئه الاشراف حسين وسيده زينب صحيح والكل، فهمت؟ فوقع حتى من طرف معناتها علماء كبار وكل ما شاء الله. نورتنا شويه وجيت عندي 3 ايام. مرحبا بك، الحمد لله على سلامتك، خذوا مبارك. امين يا ربي امين يا ربي. الحمد لله على سلامتك انت والعائله كل. بالنغمه التونسيه فرحانين، نعم. بالتوانسه فرحانين الى ما وصلنا اليه الحقيقه من بحوث التوانسه قاعده تبحث فريمون الليالات وكله. ان شاء الله ربي معانا وكاهو، ان شاء الله ربي معانا ومعاكم. سيد احمد، انت لما كنت ضيفنا بصراحه في قناه حياة فام، فما كثير من اصدقائنا ومن متابعينا ومن مستمعينا اتصلوا بعدين وقالوا يعني فرحانين بوجودك معنا وحبوا يسلموا عليك واعتبروك يعني فرصه كبيره كي جيت وتمنوا انهم يسلموا عليك. معنا زميلتنا في هذا البرنامج سند اسبوعي، تحب تستضيفك بطريقتها الخاصه. هاوك معاك، تفضل سندس. مرحبا سيد احمد، مرحبا بك. على سلامتك على سلامتك، ربي يخليك ربي يفضلك. ربي يفضلك انت يا سيد احمد. يا بالحق انا ما كنتش نتصور روحي اللي انا نهار باش نكلمك هكا في التليفون ولا نستضيفوك في برنامج. بالحق يا سيد احمد راك حاجه كبيره برشا عندي. لا ربي يفضلك، استغفر الله. بالعكس انا والله نويت من نويت القدماء كما في سيدي عبد المجيد بن سعد وسيدي حميد عجيج، انا نويت انا ذره منهم. انت نويت وانفجرت نور وموسيقى وقرب من الله وحببتنا اليك. تواضع كثير. ربي يفضلك. اني كنت نسمعك قبل ما كانت الكاسيت هكا بالشريط هذيك نسمع. صحيح كاسيت ريبون. ونلقى ذكرت روحي نحطها هكا في بيتي وحدي ونبدا نسمع فك الموسيقى. نبدا انا في بريود سورتو ريفيزيون تاع دوفرات، نلقى روحي مرتاحه كاني عملت حصه تاع كور بسيكولوجيك. وما شاء الله صوتك، ما شاء الله النور اللي خارج من وجهك، وان شاء الله ربي يوفقك في مسيرك. الله ينوركم الكل، وان شاء الله ينور اهالي القيروان. والله احنا يكرمونا بهالكلمات، والله يكرمونا وربي يكرمهم ان شاء الله بجاه رسول الله. بارك الله سيد احمد، احنا نحبوك ترجع بحذنا للقروان ونضيفوك في اذاعتنا ضيافه تليق بالمقام يا سيدي، واكثر مما ضيفناك. مره اخرى مزروبه لا على الرأس والعين، نرجع ونرجع ونرجع زادة مش مرة بركة. أنا تحت الطلب، أنتم أسيادي، أنتم أبناء الصحابي. العفو العفو حتى كلام. لا 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 أنا عندي نية أخرى، راهو كي نمشي نحط ساقي في القيروان ربما مش بنية الفنان، راهو لو كان بنية الفنان ربما شوية فما تقاعس. أمانة بنية الاعتقادي في الأرض الطيبة هذيك، أرض الشهداء، أرض الصحابة اللي حطوا عليها سقيهم. دونك الحقيقة نتاع ربي تستضيفوني نجي على راس وعيني قسما بالله. وان شاء الله ان شاء الله في مهرجان المولد النبوي الشريف الدورة الجاية قدرة ربي تعمل لنا حفلة نتاع سيد احمد جلمال، وتكون حفلة كبيرة على قد المقام يا سيدي. ان شاء الله على راس وعيني، على راس وعيني، على راس وعيني، ما فيش حتى شك ان شاء الله. انا ابن القيروان اسم على مسمى باذن الله، نجي ونعملوا حفلة مولدية وذاك الرجل المناسب في المكان المناسب. انا احب تشرفنا في كل وقت ونحب الله نصلي على النبي. عايشك بارك الله فيكم. ربي يفضلك يا سيدي احمد. اختي ناهر، انا من حفله مباشره، سيدي احمد توا قاعد يشارك في حفله وخذيت خاطرنا وخرج لدقائق معنا. الصحه يا سيدي احمد الغالي، كنت تحب تحكي لنا شويه على مساهمتك في دار الاوبرا في المشهد الاخيره والجائزه العالميه اللي تحصلت عليها، الجائزه الاولى. يعني ما ناخذوش من وقتك برشا، لكن ما نجموش نفوتوا الفرصه. كيفاش كانت الحكايه؟ والله شوف هي انا قعدت نجري ورا دار الاوبرا معناتها مده طويله الحقيقه، زاد ما حبيتش نحط فيكي كيما حتى واحد فيهم من الناس كيما في كرتاج كيما دوما نفاح لهم قيمه كبيره. مش اللي يجي يغني في هذا الاوبرا، نعم مش اللي يجي يطلع على مسرح الاوبرا. حتى كي مشيت انا قبل معناتها عندي توا خمسه ولا سته سنين معناتها حطونا في جنينه خاطر نظرا كوني تقصص برشا، وانا مشيت معناتها عباره على بين قوسين معناتها مانيش معلم معناتها. استدعوا من كل دوله كعشره من الناس وقاعدين فرد بلاتو كل واحد يدلي بدلوه معناتها. كان مهرجان السلام واسم باهي حقيقه، انا عجبتني الفكره وكل ان شاء الله نقدوها في تونس. وحطوا معنا حتى في فوق الربح معناتها من كامل بقاع العالم كل هذيك الشيء اخر.
أما المرة هذه الحقيقة مشيت وكان واحد نفسي مستمعين أحمد جميل خشيش لما نتدر له فيها. شفناك على الركح وشفنا الفرقة الكبيرة اللي لا لا بالضبط الفرقة كانت ممتازة ركح، وأنا قلت لهم كلمة بركة قلت لهم شوف هذي أماكم ديما تعايتوا على كليب والإسبيرانس دربي هذي دربي يستمر يستمر إن شاء الله صحيح هذي فهمتني. وبالضبط معناتها وقت اللي حكينا سقينا في الركح قلت لهم ركزوا برشا أنا وربما دائما فما سبونتانيتي برشا وأنا راني باش ندخل في عالم آخر راهو معناتها نتاع روحانيات ومانيش باش نقعد نعمل في برنامج وبدانا بسم الله واللي بعده ونخيط كذا كذا راني باش ندخل نقول صلى الله على سيدنا محمد وراني الله أعلم شنو باش نجيب. قالوا لي سيدي توكلنا على الله وفعلا يا خويا بصراحة كان ماجي نقول لك فما شوية فتح من الله راهو زاد يلزمنا نعترفوا به فهمتني وفما زاد ما تركوه لنا الأولون الحقيقة معناتها عبد يحس بروحه معبي مش معبي بكلي احفظهم على المشايخ الكبار كما سي عبد المجيد كما سي احمد عجيب نصر العبدلي بن محمود الميزة هذه بتاع الشيخ نصر العبدلي العبدلي يتخمر وبتعرفش عليه شنو يعمل ما عندوش واحد مع واحد يساوي اثنين اي انا 12 سنة نخدم اخدمنا حتى في كان وفي نيس ومونتي كارلو وكل شيء نصر العبدلي الوحيد الشيخ الوحيد اللي يدخل بليش بروجرام بليش بروجرام معروف عليه شيء ذا بليش بليش عنده يرتجل. عنده معناتها يرتجل سبحان ربي بالله العلي العظيم كما قلت أنا كل حالة دوما مشايخنا وفوق راسنا وفوق عينينا دوما 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 قدوتنا بصراحة قدوتنا احنا رانا قاعدين نعملوا في الشيء اللي هما علموهونا وهكا ساعات نضيف وساعات نقص وكذا ولكن لديكم الأصل والأصل والأصل رحمهم الله رحمة واسعة يا رب صديق الإذاعة عملت أنا حفلة كانت قيمة لأنه نعم. فيها الارتجال وفيها كلمات الحقيقة دخلتهم منها في الموش عملنا ذكرنا على الموشحات الموشحات اللي هي تجم تقول قالوا بضاعتكم ردت إليكم معناتها هما الحقيقة يرتكزوا في الموشحات العربية الكل فكنت أنا معناتها سباق للشيء اللي هي موشحات وفي نفس الوقت الارتجالات اللي كانت معناتها وطنية شوية معناتها هو الارتجال فيه دعاء وفي كذا ولكن الموشحات أنا دخلت فيهم شوية هكا وطنية حب الوطن حب معناتها مصر هي معناتها أخت تونس أكيد تونس أكيد. فهمت معناتها تعرف شنو أنا في سينة أخرى الحقيقة حبيت كل جو ذيك اللي إحنا مشتاقينه متاع الأخوة متاع الألفة بين الناس متاع محبة الوطن إلى الوطن محبة نعم. الجيران إلى الجيران فهمت وكان العمل الحمد لله رب العالمين كنت قد وسمت بمرتبة الحقيقة مرتبة أولى إن شاء الله ربي مرتبة أولى أي 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 نعم. مرتبة أولى الحقيقة هذا مرتبة الثانية لا تتحب كالأولى نعرف التميز ولكن تميزت في حاجة أخرى المستمعين لاحظوا أنك يعني تميزت في الأداء الشرقي يعني هما معنى يعني يعرف شنو معناها البياتي والنهاوند والرست والحواجة ذي والحجاز يعني أنت أثرت اهتمامهم يعني كيفاش لاحظوها الشيء ذي شوف هو الوزير يمكن هو عبر بكلمة طيبة يسر معناتها أنا فهمت نعم. قال هذا الفتاة معناتها يعني ساعت عبارة أنا أي لكن قال هذا الفتاة قال حلق في سماء في سماء مصر مصر بأرض تونس ما انت ذكي برشا قال كان يطربنا بالنغمة الشرقية بكلمات تونسية فقد عبر على أخوة كبيرة كبيرة جدا ما انت وكان عبد الحليم وعلى نجاة الصغيرة يعطيك الصحة بالضبط قال السيد معناتها سمعنا عبد الوهاب من غير ما نشعر سمعنا عبد الحليم من غير ما نشعر سمعنا معناتها عليا من غير ما نشعر سمعنا علي الرياحي من غير ما نشعر ماذا حب يقول هو الانسكلوبيدي اللي تحط فوق الركح كان الموسيقى نتاعها عالمية معناتها وذلك عليش زبيتي سندس قلت لك راك انت كبير وراك يعني عندك ما شاء الله مدرسة كبيرة متاع أداء وانت مرجع ماهيش مبالغة راك تقول كاكاكا انت من تواضعك يعني بارك الله فيك ما ماهيش فيها حتى طرف مبالغة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي زي وساعات السفير اش قال لك وقتها جاء معنا باش يقدمك السفير قال لك لي ما حلوة برشا الحقيقة واستدعاني الدار ومشكور برشا برشا الحقيقة هو والفئة انا والفرقة ولكن وقت اللي كان على الركح قال كلمة بركة قال انا فرحان بالجاليه اللي جات الناس راهو معناتها فما ناس ما دخلتش راه قعدت قدام الباب راهو معناتها باش نقول لك من حيث توا الماليه نتاع الصاله خلي عني بيه فما ناس ما دخلتش ولادتنا حبوا صهريه اخرى جوج صهري معناتها كلمة طيبة انا عجبتني برشا كنت اعتمدت عليها باش نعتمد عليها لانه بديت فيا شويه هكا حماس وكل قال لي لست انا السفير ولكن حسب ما سمعت انت السفير يا احمد زلمه أيوة. والله حسب في نفسي الحقيقه صحيح يعني حملك مسؤوليه يعني فاهم مسؤوليه حلوه 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 برشا لان انا فين ندور
نمشي لإيران ولا نمشي لمنعرفش السنغال ولا بلاد زي أفريقيا ولا كل شيء، بتبيع باش نلبس أنا الجبة، وبتصيف عليا باش نلبس الشاشية، وبتصيف عليا باش نلبس المنتين والبلغة والكل. هذه تونس، ثم مغنية التونسية، هذه تونس، ثم اسمي أحمد جنان تونسي ونطلع فنزني الله مثلا. نحب باش كون يشجعنا كلمة ذي، أنا باش نقعد نخدم عليها بالحق، أنا باش نولي نخدم على الكلمة ذي. ياسر حلوة وحاسس في نفسي محليها الكلمة، محليها محليها. حتى في دار وعاودت هيل وقلت له يا سعادة السفير راه ما تجيش منه، ركزي سفير وأنا منشد. قال لي لا، أنت دور قاعد تعرف بتونس، وهذيك هي عائلتك. يعني مهمة السفير الحقيقية، بارك الله فيك. ربي يفضلك يا سيد أحمد، والله حديث معاك ذو شجون وبصراحة يعني ما يوفاش، ونحبوا نشكرك برشا على تواضعك وعلى طيبة قلبك وعلى يعني تفاعلك معنا، ورانا ديما باش نقعدوا نستدعوك، وإذا كان ما جيش بعدنا بالتليفون نكلموك. ونحب نعطي كلمة الختام إلى زميلتي سندس باش تسلم عليك وما ناخذوش برشا من وقتك، تفضل سندس. سيد أحمد، توا سعادة السفير قالك أنت سفير تونس، وأنت صوتك تقرن بسيدي رمضان، سيدي رمضان خرج وخلانا، إن شاء الله يرجع لنا في ساعة سعيدة، ويقعد صوتك أنت هو اللي ذكرنا بسيدي رمضان وبروحانية سيدي رمضان، وربي يفضلك يا سيدي. ربي يفضلك سيد أحمد جلمان، وربي يعزك، وإن شاء الله إن شاء الله حياة الثان ديما في خير وفي لا ديما متطلعة إلى الأفضل. نعم، بارك الله فيك. مرحبا مرحبا سيدي، مرحبا. ربي يفضلك، إذن ننتظرك إن شاء الله في فرصة أخرى وتكون ضيفنا الكريم. لا إله إلا الله، محلاه الجو الرمضاني، محلاه جو العيد، العيد المباشر طوى نحن على أمواج إذاعتكم، إذاعة الحياة FM، ولحظات ممتعة كنا مع ضيوفنا الكرام، ونواصل أيضا هذا المشوار ونستضيف الضيف المبجل الذي كان أول من استضفنا في برنامج حديث الروح، الفنان الكبير ابن القيروان زين الحداد. نقول لك عيد مبارك وكل عام وأنت بخير أنت والعائلة. مرحبا بيك. اهلا بيك خويا سفيان، مساء الخير ليك ومساء النور. مساء النور، اهلا وسهلا. تحياتي وتهانية لكل من يستمع لنا في اللحظة هذه، وكل شعب تونسي نقول ان شاء الله سنين دائمة، وان شاء الله عيد مبارك علينا وعلى العائلات التونسية الكل، وان شاء الله يا ربي يكون مبروك على بلادنا هذا العيد، ان شاء الله يكون مبروك على بلادنا بالخير والاستقرار وانفراج الازمات اللي موجوده في البلاد، وان شاء الله ما تمك الخير. مرحبا بك سفيان. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالزين الغالي، اهلا وسهلا. انت كنت ضيفي الاول في برنامج حديث الروح، وكنت ضيف عزيز على هذه الاذاعه الفتيه، وان شاء الله ديما تنورنا بوجودك وبانتاجاتك. يشرفني واني كنت اول ضيف، خاصة في برنامج معناها ذو قيمة كبيرة برشا، معناها قيمة معنوية وقيمة معناها حتى في المحتوى وقيمة فنية أيضا. الحقيقة عندي عديد الأصدقاء والعائلات، معناها والعائلة في قروان، قالوا لي راهو استمعوا لها الحصة واستمتعوا بها، واكتشفوا برشا جوانب في الحصة هذه على مستوي الشخصي وعلى مستوى كنت زاد سفيان. نحب نهنيك خاطر تبارك الله، خطوات باهية، خطوات ثابتة سفيان، معناها عطيت معناها حاجة جديدة حلوة برشا في الخدمة الممكن معناها الإعلامية، ونشكرك اللي معناها عطيتني المجال كبير زادة، ونشكر إذا عطيتني المجال كبير. حبيت نحكي لخاطر على المسيرة والباركور كامل، ثم برشا حاجات ممكن العباد ما يعرفوهاش، كانت فرصة قدمناها وحكينا لخاطر بكل التفاصيل، وعطينا المراحل نتاع التجارب اللي معناها تعديت بها. فهمت مرة أخرى نشكرك أنت، ونشكر إدارة الإذاعة اللي معناها عطتنا الفرصة، ويشرفني خاطر هذا تبقى حاجات معناها مكتارة في المسيرة بكلها تجارب وبكلها أعمال وبكلها ثم تضحيات العبد، خاطر
الجمهور ممكن يبدا قاعد يتفرج ما يعرفش الاغنيه ذيك حكايتها كيفاش جات وكيفاش تكونت ولا الا عرض خاصه العروض التاليه دي معناها تعرفت فيهم والمراحل نتاع الانتاج والتقديم وذكر كل معناها ما انت اعطيتني فرصه واني قدمت وحكيت معناها بكل وضوح وبكل معناها الفرصه كانت متبادله بيناتنا الكل يعني حتى الفرصه للجمهور انه يعرف المسيره الحافله بالنجاحات لفنان القيرواني الذي هو مصدر فخر لنا الفنان زين الحداد. وعلى فكره يعني الحصه اللي هي بساعه ولا بساعتين لا تفي بالغرض ومتقدم لناش يعني الجديد ومتقدم لناش يعني العطش او النهم اللي نحن نحس به تجاهك ونحب نعرف عليك المزيد. لكن حبوك ان شاء الله توعدنا انك انت يعني تقوم بزيارات القيروان لكن زيارات يعني كما نقولوا خاطفه من حيث الوقت وزيارات فجائيه نجم تقول يعني اذا صح التعبير انك تطلع علينا وتعلمنا وتقعد معنا شويه وتعطينا شويه من وقتك و بأكثر أطناب هذاك بلزير نجي على شلال يصير يا بلادي ونتشرف برشا نتشرف بالبلاد ونتشرف بأهلها بكتعرف انطلاقتي سلطان ونتكون تعرف انطلاقتي كانت قيروان نعم وهذا شرف والتجربة الخاصة اللي معناها خصها معناها تنجد قيروان من بداياتي من حيث يكون في الليسي حتى من بعد الرشيدية معناها بكل فيها مدينة القيروان عندها دور كبير برشا في تسجيل شخصيتي الفنية والجمهور نتاع القيروان هو اللي معناها شجعني وهو اللي معناها احتضني لتوا أنا لتوا تمانيات من الجمهور معناها يتفكروا ويعتزوا معناها كون عندهم مشكور يقول انت سفيرنا في تونس صحيح يعني استاذ زين الحداد يعني انت تميزت ايضا بعروضك ذات المنحة يعني الذي نجم نقول فيها خيط رابط بين كثير من الفقرات كما النجوم الثلاث كما يعني العرض الاخير اللي باش تحكي لنا عليه وهو على ضفاف المتوسط وان شاء الله هذا باش يسلك عليه كاتب عام نقابة المهن الموسيقية والفنان المطرب الكبير مراد بشير يحب يقول لك عيدك مبروك هاو معك عيدك مبروك زين الشحوالف مرحبا بك مراد مساء الخير ليك وتهانيه بمناسبه العيد ليك انت والعائله ولكل الفنانين في القروان معنا ولكل منضوين تحت النقابه مرحبا بك يفضلك 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 عشوية الغالي تحب تسالوا حاجه ايوه نحب نسالك خويا زين على الفكره الحلوه فكره ياسر حلوه اللي هي نحبوا نعرفوا الجديد حول عرضك المتميز على ضفاف المتوسط وقتاش ممكن نشوفوه على قنواتنا الوطنية والخاصة هو العرض اعطيني الفكرة ساعة نحب الفكرة معناك ما شاء الله على الفكرة انا ذيك اللي عجبتني وذيك الفكرة معناك في جهة الفكرة انت منعش عندكش فكرة انت مش نعرف انا مش نعطيك بس على الفكرة فوالا على ضيفات المتوسط لكن مش هسألك سؤال انت وكبتش ولا عندكش فكرة على العروض اللي تمت سابقا اكيد هم كلهم حلقات رو اكيد اي اكيد اي ما نعرفش عندك اخر عرض عندك فكره عليه ولا اللي صار في مدينه ثقافه ما اي شفت اي شفت وي عرفت فكرت ولا نقول لك معناها خاطر هذاك بيه هو باش ندخل للعرض الجديد هذا انا بتكلم الافكار نتاعك معناها بالحق راه واللي في الافكار الحلوه اللي تقدم فيها تلمو معناها من كثر الافكار نتاعك بس شاوش اقول لك اخويا مراد أي. انا عندي تو 5 سنوات كما حكيت في الحلقه الاولى نتاع حديث نجوم الثلاث نجوم الثلاث صحيح اي كما حكيت مع سي سفيان عندي معناها هذه السنه الخامسة اللي نعمل فيها في كل عام نعمل عرض يبدأ فيه فكرة أيوة. وفي خيط رابط بين فقرات هذه الفكرة أيوة. فكان العرض الأول للتذكير عرض دولة العشاق ثم تلاه عرض قطوفا عربية ثم أيوة. عرض انفتاح ثم عرض النجوم الثلاثة ما نرجعوش برشا بعيد أيوة. النجوم الثلاثة هو عرض تم منذ ما يقارب سنة وثلاثة أشهر العرض هذا يتمثل في لقاء ثلاثة فنانين عرب ثلاثة فنانين عرب ذو ديانات سماوية مختلفة على ركح مدينة تونس لتقديم عرض يتغنى بالحب والسلام والتقارب والتعايش بين الإنسان وأخيه الإنسان بقطع النظر على الديانات وهذوما وهؤلاء الثلاثة هما فنانين معناها يتلقاوا على ركح واحد وكل واحد يغني ومن ناحية التنظيمية ومن ناحية الإخراج وقت اللي انت
بتاعتي معناها المجال الطرف الاخر باش يعبر معناها باغانيه كما يحب هو باش يتكلم وقتها يقع التقار على خاطر كما تعطيوش الفرصه باش يتكلم معاك ولا باش باش معناها يغني على حسب هويته وحسب ايدونتيتي نتاعو وقتها كانك عملت فاصل بينك وبينه دونك انا اللي حرصت فيه واني جمعت ثلاثه مطربين زوج مطربين وانا معاهم كمسلم انا مثلت الديانه الاسلاميه ومطربه مغربيه مثلت الديانه اليهوديه هي يهوديه بالاساس ومطرب مسيحي من سوريا جاء هو مثل الديانة المسيحية وتلقينا مع بعضنا وغنينا أغنية مع بعضنا وقع معناها إنتاجها وتلحينها خصيصا لعرض النجوم الثلاث واللي حد سيد المستمعين اللي يسمعوا فيها ينجموا يدخلوا على اليوتيوب يكتبوا زين حديد لكتروز إتوال التو يلقاو واحد فيديو في 10 دقائق يحوصل هذا العرض دونك هذا عنده عام وما يقارب 3 أشهر تم عرض النجوم الثلاثة وهو تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية ووزارة الشؤون الثقافية وبحضور الجالية اليهودية والجالية المسيحية في تونس والجالية الإفريقية وحبيناها معناها تعرف مجموعة من الخليط بين الديانات وبين الألوان ورينا اللي تونس راهي بلد التسامح بلد التعايش بلد التقارب بين الناس معنا مع بعضها ما هيش بلد إرهاب والحمد لله بثتهم كالوطنية الثانية في المباشر والقصدة حتى خارج تونس هذا العرض هو نجوم الثلاثة بعد النجوم الثلاثة قعدت نخمم في عرض آخر جاتني الفكرة اللي هو موضوع العرض الجديد هذا على ضفاف المتوسط على ضفاف المتوسط هو لقاء بين ثلاثة فنانين من دول متوسطية اللي هي إيطاليا وفرنسا وتونس هذا اللقاء معناها يقع لي أول مرة ومعنى وقعت اتصالات انا اتصلت بهذا الفنان الفرنسي اللي هو عازف ترومبيت مشهور ما شاء الله هي والمطربة الإيطالية اسمها سارة مارتورانا وانا كتونس وحكيت معهم على الفكرة عجبتهم الفكرة اولا معنى عجبتهم الناحية الشكل وانه يتلقوا ثلاثة مع بعضهم يقعدوا على نفس الركح ما يهبط لحد يقعد على نفس الركح باش كل واحد يشارك معناها يقع تشارك مع الكزوز المطربين الاخرين كي نقف انا نغني هما يتبعوا معايا ويحاولوا يتبعوني في الغناء ويغنوا معايا. كانت فكره حلوه ياسر وفكره جميله ياسر. لا حلو برشا وهذا العرض وهذا العرض معناها كي تم اعطيناه نحن المداخيل كل جمعيه روتاري المرسى. صحة صح مشكور. تو مش يجيب العرض مش يتعدى غدوه الحي الستة غير بوع على قناه حنا بعد. اللي يسمعوا الناس اللي يسمعوا فيها واللي يحبوا يكتشفوا هذا العرض يتفرجوا غدوة بالستة غير بعض معناها حتى السبعة في العرض هذا ومش يستمتعوا الجلسة اللي فيه العرض أبر الطفلة الإيطالية غنيت أغاني إيطالية وأنا غنيت أغاني تونسية والسيد الفرنساوي عزف حاجات فرنسية أيضا حبيت نولي معناها نعطي اهتمام كبير للآلة معناها في وسط العرب مش تلقاو حمزه اوبا اللي هو من احسن العازفين كمان خرج وحده وعمل لنا قطعه موسيقيه بعده خرج عبد الباسط متساهل فنان كبير عمل لنا قطعه موسيقيه تم انتاجها للعرب وبعدهم تم لي بالاكورديون اعطيته فرصه انا عمره جي 17 سنه غول في الاكورديون قدم لنا قطعه على الاكورديون على دونك المتفرج اش يلقى؟ يلقى كوكتيل ان شاء الله للاغاني الايطاليه التونسيه الفرنسيه ويلقى كوكتيل من الموسيقى التونسيه والفرنسيه والايطاليه وكلهم مع بعض هذو عملناه للجمهور اللي استمتع بالعرض وهذا الكلام الكل قلته اللي قلته لكم تلقوه غدوه في العرض في البث اللي باش تبثوا قناه حنا بعد من 6 غير ربع للسبعة وايضا قناه تلفزه تي في مش بث التسعه نتاع الليل غدوه الحي هو نفس العرض هذا خويا زين لا هو على القناه الاسيويه في جنوب شرق اسيا ولا مش هو نفسه لا النجوم الثلاثه خذوه قنوات اسيويه ايوه اما العرض هذا مازال نخذوه حتى خذوه زوج قنوات هذوما تو حاليا فهمت وان شاء الله طلبوني زاد الوطنيه الاولى والثانيه باش ننزلهم للنسخ لكن بالنسبه للعيد حبيت انا معناها يخرج في العيد
والحمد لله ان شاء الله غدا الحي على قناه حنا بعد 6 غير 4 تفرجوا فيه على ضيفات المتوسط. ايوه والتاسع يعني ما يكونش حكر على الناس اللي حضرت في دار الاوبرا يعني او في مسرح الاوبرا في مدينه الثقافه، هذوك استمتعوا به، نحبوا نحن ايضا كمشاهدين في داخل الجمهوريه وايضا على القنوات الفضائيه التونسيه يستمتعوا به ويشوفوه ان شاء الله. بالطبع ان شاء الله، خاطر الحقيقه اللي علاش السبب الوحيد خاطر مكتب ثم ما يسمى الاكسكلوزيفيتي. وقت اللي انا عملنا الحفله التغطيه جات قناه حنا بعد وقناه التلفزيون. اي. دونك شرطوا عليا قال لي نحن بدا بينا ناخذوه حصريا. الاولانيين حصريا نحن. وبعد توزعوا على قنوات اخرى وفهمت هذيك ال نحب نسالك لل لل للمبدا معناها الاخلاقي واللي اتفقنا فيه وانه اعطيتهم قلت لهم نهار العيد. نعم جميل. برمج فرصة طيبة الحي. ان شاء الله غدوة نتمتع به ان شاء الله يا رب. ان شاء الله انتم تتفرجوا فيه غدوة الحي وتتابعوه، حلو برشا، حاجة راقية راقية برشا وما عملت اكيد احنا شفناه. وخلي زاد مستمعينا الكرام ومشاهدين يزيدوا يتابعوا على هذه القنوات يستمتعوا به ان شاء الله. مدام سندس تحب تسلم عليك تقول لك عيدك مبروك. عيدك مبروك سمحت لك. مدام زميلتنا في إذاعة حياة فهم. مرحبا يا سيدي عايش. مرحبا بك سيدي. اهلا بيك مدام صنف. مبروك عيدك مبارك سيدي. تهانيه ليك ولكافة العاملين في الاذاعه مدام. يعيشك يعيشك ربي يفضلك ونحن نحيوك من بلادك ومن القروان، انت عاده غنيه على التعريف. نتشرف فيكم بالطبيعه. يعيشك استاذنا. نتصور اني العرض نتاع غدوه مش يكون كما يقولوا بالفرنسي ان شيف دوفر. ان شاء الله عايشك. هو ثم راهو ان سبوت قاعد يدور، ما عادش حطيته حتى على الصفحه نتاعي، ثم ان سبوت pour les personnes et les gens معناها qui n'ont pas معناها d'idée على الحكاية. أيوه. وأن تفوت على الباج نتاعك تنجم تحطوه حتى كذاك تاخذوا تعمل بارتاجي وتحطوه حتى على الباج نتاعك وأنتم. السبوت هذا يعطيك فكرة أولية على العرض. وما نحبش نتكلم برشا عليه خاطر نحب هو يتكلم على العرض. صحيح. على وتلقاو الصورة جميلة برشا ليماج. إن شاء الله. أني حسب ما كنت نتبع في الديسكريبسيون اللي عملتها أنت للأعمال نتاعك، نحس اللي انت مطرب بالعروض المترابطه بخيط فني مشترك بين فقراتها. انت تو قاعد تعمل كانه ثم اديب يكتب في سلسله تاع اقصصات ذكرنا بين القصرين وذكرنا صحيح. جميل جميل هذا التوصيف. نعم معناتها تحس ثم ترابط في الاعمال الفنيه نتاعك، ما ثمش قطيعه معناتها الحقيقه هو الحاجه اللي تخلي تاريخك انت الموسيقي يتبعه الانسان معناتها بحي زمني طويل. كانه نحكيو على الكبارات نتاع الموسيقى المصرية عبد الوهاب فهمتني يا أستاذ زين. حسيت نحب نحييك وكانت فرصة سعيدة لي إني نحاول معاك الليلة إن شاء الله تابع البرنامج وإن شاء الله كان نجمنا إحنا الحياة فهم غدوة نعملوا مواكبة حصرية للعرض نتاعك وكان نجمنا نبعثوا دي جورناليست يعيشك ربي يفضلك ويشجعني أيضا ربي يفضلك ويبارك فيك خويا الزين الغالي وديما على قلوبنا. صحة الزين يا غالي. وكلنا في قيروان نسلموا عليك وكل مستمعينك الاوفياء يحبوا ديما يقولوا لك عيدك مبارك وسلمنا على كل الاهل والاخيان. محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب يا أمة الهادي به أنجيكم. اللهم صل وسلم. عيد سعيد لكل متابعينا إليكم جديد بهذه المصافحة بهذه التحية. جينا المستمع كريم نقول له ألو عيدك مبروك. اهلا وسهلا. الو كل عام وانت حي بخير. مرحبا سي سيد. عيدك مبروك يا سي سيد. نحن في الاستماع. اهلا وسهلا. عيدك مبروك. كنت راضي طيب ربي يفضلك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. شعورك اخوي سيدي؟ نحن نستناو مشتاقين نسمعوا صويت الحلو. كلمت اخوي سعيد عليك وسعيد على مدام سندس. مدام سندس في الاستماع وهي معك تفضل. بارك الله فيك. مدام سندس كل عام وانت حي بخير. شنو احوالك يا سيدي؟ لاباس ان شاء الله ربي يحييك ويحيي وعيدك مبارك يا سي الناصر.
الو سي ناصر معاك هي توا تسمع فيك نحن نسمع فيك بالقديم مش تسمع فيها يعني مريش تسمع فيها مدام سندس باهي باش زيد حاول مدام سندس سي ناصر الو الو على السلامه عسلامة يا مدام سندس مرحبا سي ناصر عيدك مبارك يا عام خير كل عام وانت حي بخير ناصر مصري معاك في بالي مرحبا بيك يا سيدي ايش احوالك يا مدام ربي فضلك يا سيدي عايشك عليك الحمد لله وينك يا استاذتنا العزيزة ربي فضلك ان شاء الله ربي يحفظك يا سيدي ماك تعرف عداني كل عيد وكل مولد ربي متألقين ان شاء الله يعيشك بوجودك وبتشجيعاتك يا بابا عندكم مساحة في الشيء اللي تخدموا فيه وقيم برشا بارك الله فيك عايش كذا من حسن اخلاقك حقا تبع فيكم يعني انتم نورمالمون هذول اللي بديت تبع فيكم الكورونا دي صارت من التغطية بتاعكم الكورونا دي صارت في القروية العملاوة احتاجت ان تغطية هي لا يزروا يعطيكم صحة شيء تقدموا فيه ثقافي وما ينفعوا الناس بصفة عامة بارك الله فيك الحمد لله ان شاء الله ديما نكونوا حسن عند حسن ظنكم ان شاء الله انت تسمع فينا من المنستير هكا ولا يا سي ناصر منين تكلم فينا سيدي ناصر؟ أنا نتكلم فيكم من المنستير يا سيدي مرحبا بك وتحية ليلك وتحية لكل مستمعينا في ولاية المنستير وبارك الله فيك أعطينا عاد شكون أنت بتسلم كان على مدام سندس هو أعطينا تحياتك أعطينا عندك الخط مفتوح لك مفتوح لك الخط يا سيدي زوجتي اللي هي شقيقة مدام سندس أيوه تحية ليها وبناتي اللي هو بنات أختها يا أهلا وسهلا بيهم قولوا لهم إن شاء الله عيدكم مبروك بارك الله فيك أنتم بخير ربي فضلك كل ولد يا بارك الله فيك سوفيا انت تحقق الخير اخويا وان شاء الله عيدك مبروك الله يشرفنا بك بمعرفتك وشرفنا بهذه المكالمه الحلوه وان شاء الله نستقبلوك بحذانا وتزورونا في القيروان ونزوروك ومرحبا بك سناصر انا من خلالك نوجه تحيه للعائله الكل والاهاليك في معتمدي عين جلوله وتلامذتي والناس الكل وربي فضلك وربي يحييك لامثاله بارك الله فيك سي ناصر وياخذ بخاطرك وباش نهديو لك حويجه فنيه من قلب الاستوديو سي ناصر يعني مكالمتك عزيزه علينا وغاليه باش نهديها لك من انامل خونا قاسم الشواشي ومن الحنجره الذهبيه البنت نسيرين الموجوده معنا هي طاقة صوتية ضخمة باش تسمعها هدية لك انت خصيصا ولكل افراد عائلتك الكريمة ولكل مستمعينا ومتابعينا. بارك الله فيك، بعد اذنك سي سفيان بربي مدام سعيد عليكم. عدي هنا تفضل. تفضل. مرحبا مدام. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا على السلامة عيدك مبروك مدام. علينا وعليكم باش نهدي لكم كلمات هكا شوية باش نعايد عليكم بها. مرحبا مرحبا. نقول لكم مساء الخير ومساء المحبة ومساء المعايدة. أسوقها إليكم من كتاب منفير عبر أبواب الأثير جعله الله عيدا سعيدا عليكم وعلى جميع المستمعين بارك الله فيك وهذه الكلمات الحلوة والمرتوبة عايشك يا ريم شنو يقول لك أختي كما مبروك وربي كما نقول فيها يوفقكم في جميع الميادين اللي تقدموا فيه الكل عايشك عايشك وان شاء الله كما نقولوا فيها من حسن الى احسن عايشك ان شاء الله نكونوا يعني ساهمنا في اسعادكم ولو يعني بامكانياتنا اللي حبينا ديما نكونوا عنصر سعاده في حياتكم ومدام سونيا اختك تسلم عليك برشا عايشك عايشك سي سفيان ونحن يا ريم يا اختي يا غاليه يا توأم روحي يعني جبت نهار لحد سي نعمان الجريبي وانت راك في بالي خاطرك انت اكثر تلميذه تحب سي نعمان الجريبي وانت تو غادرت انت الحيره وانت يا عزمه تشبعت معناتها من تعابير ومن كما احنا نقولوا موروث ثقافي كبير في نعمان الجديد وجهوا له تحيه ونعيدوا عليه ربي يبقيه ريم انت توا من قروان وسافرتي المنستير ونحن نهديو لك الغنايه هذه ونحب كل ما تسمعها تتذكر الحصه هذه وتتذكر سي سفيان والموسيقى اللي مش نعديوها لك ونقول لك على خير ومعاك الغنية هذه معاك تفضل Thank you.
مسافر وحدك، مسافر وحدك، وفايتني ليه تبعد عني، ليه تبعد عني من غير ما يسلم، وكفي قلبي أنا مسلم. هاي يا سيري وداني من غير ما اهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا لكم
من جديد بعدما استمعنا إلى سيرين ثابتي في هذه الأغنية وفي هذه التحية الجميلة، ونواصل معكم سهرة العيد، سهرة عيد الفطر المبارك، ونستضيف فيها عالم من أعلام القيروان في مجال التوثيق، وهو يعني نجل المرحوم عبد المجيد بن سعد، وكان ضيفنا في كثير من المناسبات وأثرى المعلوماتنا وأثرى الخزينة العامة بكثير من التسجيلات النادرة التي لا توجد لا على يوتيوب ولا حتى موقع، بل هي من تسجيلات خاصة ولم يبخل بها علينا. تحية له، قولوا له عيدك مبروك وكل عام وانت بخير أستاذنا الكريم سلاح الدين بن سعد، عيدك مبروك. أهلا سلاح. السلامك يا سوفيان. يا سيدي مرحبا، ونعتذرك على التأخير في المكالمة. نعتذرك على التأخير ونقول لك مرحبا بك وإن شاء الله عيدك مبروك. عايشك يا سوفيان. أهلا وسهلا، نحب نعيد عليك ونسمع صوتك. الله عيدك مبارك بالأمس إذا عدنا إذا القيروان إذا الفتية هذه، ربي فضلك، وعلى كافة مستمعين. ربي فضلك، أنت كنت ضيفنا في كثير من المناسبات ولم تبخل علينا لا بتسجيلات ولا بإهداءات، ويعطيك الصحة وهذا معروف عليك. حبينا نكرمك في هذه الليلة، حبينا نتصلوا بك وحبينا نشكرك، وعندك شهادة تقدير منا معنوية ومادية وملموسة، ويريد نقدمها لك في حفل بهيج أنت، لأنك لم تبخل علينا بأي معلومة وبأي تسجيل خاصة. حبينا نقولوا لك عيدك مبارك، ونطلب منك أنت أيضا إذا عندك معايدات خاصة وإلا أي كلمة، فالميكروفون مفتوح أمامك سيد الكريم. والله في سوفيا أنا نتوجه بالشكر للقناة الأحد اللي بحثت في التراث القيروان غني جدا، وتعتبر البادرة هذه اللي قامت بها للإذاعة كخطوة أولى في إبراز التراث القيرواني. نعم. الذي نعتبره من أغنى ثري جدا. نعم. هذا هو، وقفنا على الشيخ علي البراق، وقفنا على الشيخ عبد المجيد، وأمثلهما كثير في عدة ميادين، من عازفين ومن شعراء ومن قوات شرق. إن شاء الله تكون هذه البداية، وينتظر المجتمع من الإذاعة هذه مزيد البحث والتقصي لإبراز معالم تراث مدينة القيروان. بارك الله فيك. نتوجه بالشكر له هو لهالنخبة تاع الشباب الصغيرة اللي مثلها في سفيان. عفوا بفضلك، بفضلك. ناس متمرسة وتعرف الموسيقى وتعرف قيمة التراث، اللي رجعت لهالتراث ونكشت فيه وبحثت فيه ولقات فيه درر حبت تبرزها حتى يقع استغلالها أحسن استغلال. ربي يفضلك، بارك الله فيكم على هالخطوة الأولى هذه. ونحن عند الطلب وما نبخلش على الإذاعة سواء إذاعة الحياة أو غيرها، بمدهم بكل المعلومات الممكن نفيدهم بها. وهذا الشيء معروف عليك راهو سي سلاح، يقولوا لي ديما سي سلاح عمره ما نهار يقول ما عنديش ولا ما نعطيش ولا يبخل، بالعكس يعطينا حوايج درر نادره وغير موجوده في مواقع لا تواصل الاجتماعي ولا حتى شيء، وهذا نشكرك عليه. وانت يعني حتى الاصدقائنا اللي خارج القيروان كما الاستاذ احمد، الاستاذ حاتم الفرشيشي والاستاذ احمد جلمان، وكلهم يحبوك وقالوا لي اللي انت مرجع ليهم وديما تعاون فيهم وربي يفضلك. حابين نوجه تحيه للشيخ عبد المجيد سعد عبر هذه المداخلة الغنائية، فأرجو أن تنال إعجابك. عادلوا فليس لي معدل عنهم، وإن عدلوا وانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، محلاه الجو الرمضاني، محلاه جو العيد، العيد المباشر طوى نحن على أمواج إذاعتكم إذاعة الحياة FM، ولحظات ممتعة كنا مع ضيوفنا الكرام، ونواصل أيضا هذا المشوار ونستضيف الضيف المبجل الذي كان أول من استضفنا في برنامج حديث الروح، الفنان الكبير ابن القيروان زين الحداد. قولوا لك عيد مبارك وكل عام وأنت بخير أنت والعائلة. مرحبا بك.
اهلا بك خويا سفيان، مساء الخير ليك ومساء النور. مساء النور، اهلا وسهلا. تحياتي وتهانية لكل من يستمع لنا في اللحظة هذه، وكل شعب تونسي نقول إن شاء الله سنين دائمة، وإن شاء الله عيد مبارك علينا وعلى العائلات التونسية الكل، وإن شاء الله يا ربي يكون مبروك على بلادنا هذا العيد، إن شاء الله يكون مبروك على بلادنا بالخير والاستقرار وانفراج الأزمات اللي موجودة في البلاد، وإن شاء الله ما تمك الخير. مرحبا بك سفيان. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالزين الغالي، أهلا وسهلا. أنت كنت ضيفي الأول في برنامج حديث الروح، وكنت ضيف عزيز على هذه الإذاعة الفتية، وإن شاء الله ديما تنورنا بوجودك وبإنتاجك. يشرفني واني كنت أول ضيف، خاصة في برنامج معناها ذو قيمة كبيرة برشا، معناها قيمة معنوية وقيمة معناها حتى في المحتوى وقيمة فنية أيضا. الحقيقة عندي عديد الأصدقاء والعائلات، معناها والعائلة في قروان، قالوا لي راهو استمعوا لها الحصة واستمتعوا بها، واكتشفوا برشا جوانب في الحصة هذه على مستوي الشخصي وعلى مستوى كنت زاد سفيان. نحب نهنيك خاطر تبارك الله خطوات باهية وخطوات ثابتة. سفيان معناها عطيت معناها حاجة جديدة حلوة برشا في الخدمة الممكن معناها الإعلامية، ونشكرك اللي معناها عطيتني المجال كبير زادة، ونشكر إلى عدفة ما عطتني المجال كبير. حبيت نحكي لخاطر على المسيرة والباركور كامل، فما برشا حاجات ممكن العباد ما يعرفوهاش، كانت صحيح. فرصة قدمناها وحكينا لخاطر بكل التفاصيل، وعطينا المراحل بتاع التجارب اللي معناها تعديت بها فهمت. مرة أخرى نشكرك أنت ونشكر إدارة الإذاعة اللي معناها عطتنا الفرصة، ويشرفني خاطر هذا تبقى حاجات معناها مكتارة في المسيرة بكلها تجارب وكلها أعمال وكلها ثم تضحيات العبد، خاطر الجمهور ممكن يبدا قاعد يتفرج ما يعرفش الاغنيه هذيك حكايتها كيفاش جات وكيفاش تكونت ولا الا عرض، خاصه العروض التاليه هذه معناها تعبت فيهم والمراحل نتاع الانتاج والتقديم وذكر كل معناها ما انت اعطيتني فرصه واني قدمت وحكيت معناها بكل وضوح وبكل معناها الفرصة كانت تبصير. كانت متبادلة بيناتنا الكل، يعني حتى الفرصة للجمهور أنه يعرف المسيرة الحافلة بالنجاحات لفنان القيرواني الذي هو مصدر فخر لنا، الفنان زين الحداد. وعلى فكرة يعني الحصة اللي هي بساعة ولا بساعتين لا تفي بالغرض، ومتقدم لناش يعني الجديد، ومتقدم لناش يعني العطش أو النهم اللي نحن نحس به تجاهك ونحب ونعرف عليك المزيد، لكن حبوك إن شاء الله توعدنا أنك أنت يعني تقوم بزيارات القيروان، لكن زيارات يعني كما نقوله خاطفة من حيث الوقت، وزيارات فجئية نجم تقول يعني إذا صح التعبير، أنك تطل علينا وتعلمنا وتقعد معنا شوية وتعطينا شوية من وقتك ونحكي شوية بأكثر أطناب. هذاك تجير يجي على شلال يصير يا بلادي، ونتشرف برشا، نتشرف بالبلاد ونتشرف بأهلها. بك تعرف انطلاقتي سفيان، وانت كنت تعرف انطلاقتي كانت قيروان. نعم، وهذا شرف. والتجربة الخاصة اللي معناها خصها معناها في قيروان من بداياتي من حيث كنت في الليسي حتى من بعد الرشيدية، معناها بكل فيها مدينة القيروان عندها دور كبير برشا في تدوير شخصيتي الفنية، والجمهور نتاع القيروان هو اللي معناها شجعني وهو اللي معناها احتضني لتوا. انا لتوا تمانيات من الجمهور معناها يتفكروا ويعتزوا معناها كون عندهم، فمشكور يقول انت سفيرنا في تونس. صحيح، يعني استاذ زين الحداد يعني انت تميزت ايضا بعروضك ذات المنحة، يعني الذي نجم نقوله فيها خيط رابط بين كثير من الفقرات كما النجوم الثلاث، كما يعني العرض الاخير اللي باش تحكينا عليه وهو على ضفاف المتوسط، وان شاء الله هذا باش يسلك عليه كاتب عام نقابة المهن الموسيقية والفنان المطرب الكبير مراد بشير، يحب يقول لك عيدك مبروك. هاو معك. عيدك مبروك زين الشحوالي. مرحبا بك مراد، مساء الخير ليك وتهانية بمناسبة العيد ليك انت والعائلة ولكل الفنانين في القروان معناها ولكل المنضوين تحت النقابة. مرحبا بك. يفضلك عشوية الغالي. تحب تسأل حاجة نحب نسألك خويا الزين على الفكرة الحلوة، فكرة ياسر حلوة اللي هي نحب نعرف الجديد حول عرضك المتميز على ضفاف المتوسط، وقتاش ممكن نشوفوه على قنواتنا الوطنية والخاصة؟
هو العرض. اعطيني الفكره ساعة، نحب الفكره معناك ما شاء الله على الفكره. انا ذيك اللي عجبتني وذيك الفكره معناك، كيف جات الفكره؟ انت ما نعرفش عندكش فكره، انت مش نعرف. انا مش نعطيك بس على الفكره فوالا على ضيفات المتوسط، لكن مش نسالك سؤال. أي. انت وكبتش ولا عندكش فكره على العروض اللي تمت سابقا؟ اكيد هما كلهم حلقات راهو. اكيد اي اكيد اي. ما نعرفش عندك اخر عرض عندك فكره عليه ولا اللي صار في مدينه ثقافه؟ ما اي 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 شفت اي شفت واي عرفت فكرت ولا نقول لك معناها خاطر هذاك بيه هو باش ندخلوا للعرض الجديد هذا. إيه انا بتكلم الافكار نتاعك معناها بالحق راه، واللي في الافكار الحلوه اللي تقدم فيها تنمو معناها من كثر الافكار نتاعك. بس شاوش اقول لك اخويا مراد، أي. انا عندي تو 5 سنوات كي حكيت في الحلقه الاولى نتاع حديث النجوم الثلاث. النجوم الثلاث صحيح. اي كيما حكيت مع سي سفيان عندي معناها هذه السنه الخامسة اللي نعمل فيها في كل عام نعمل عرض يبدأ في فكرة. أيوة. وفي خيط رابط بين فترات هذه الفكرة. أيوة. فكان العرض الأول للتذكير عرض دولة العشاق، ثم تليها عرض قطوفا عربية، ثم أيوة. عرض انفتاح، ثم عرض النجوم الثلاثة. ما نرجعوش برشا بعيد. أيوة. النجوم الثلاثة هو عرض تم منذ ما يقارب سنة وثلاثة أشهر. العرض هذا يتمثل في لقاء ثلاثة فنانين عرب، ثلاثة فنانين عرب ذو ديانات سماوية مختلفة على ركح مدينة تونس لتقديم عرض يتغنى بالحب والسلام والتقارب والتعايش بين الإنسان وأخيه الإنسان بقطع النظر على الديانات. وهذوما هؤلاء الثلاثة هما فنانين معناها يتلقاوا على ركح واحد وكل واحد يغني. ومن ناحية التنظيمية ومن ناحية الإخراج وقت اللي انت تعطي معناها المجال للطرف الآخر باش يعبر معناها بأغانيه كما يحب هو باش يتكلم وقتها يقع التقارب. على خاطر كما تعطيوش الفرصة باش يتكلم معاك ولا باش يغني باش معناها يغني على حسب هويته وحسب ايدونتيتي نتاعو. أيه. وقتها كأنك عملت فاصل بينك وبينه. دونك أنا اللي حرصت فيه وأني جمعت ثلاثة مطربين زوز مطربين وأنا معاهم كمسلم. أيه. أنا مثلت الديانة الإسلامية ومطربة مغربية مثلت الديانة اليهودية. هي يهودية بالأساس ومطرب مسيحي من سوريا جاء هو مثل الديانة المسيحية وتلقينا مع بعضنا وغنينا أغنية مع بعضنا. وقع معناها إنتاجها وتلحينها خصيصا لعرض النجوم الثلاث. واللي حد السادة المستمعين اللي يسمعوا فيا ينجموا يدخلوا على اليوتيوب يكتبوا زين حديث لتروز إتوال التو يلقاو واحد فيديو في 10 دقائق يحوصل هذا العرض. دونك هذا عنده عام وما يقارب 3 أشهر تم عرض النجوم الثلاثة وهو تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية وزارة الشؤون الثقافية وبحضور الجالية اليهودية والجالية المسيحية في تونس والجالية الإفريقية. وحبيناها معناها تعرف مجموعة من الخليط بين الديانات وبين الألوان ورينا اللي تونس راهي بلد التسامح، بلد التعايش، بلد التقارب بين الناس معنا مع بعض، ما هيش بلد إرهاب. والحمد لله بثتهم الوطنية الثانية في المباشر والقصدية حتى خارج تونس. هذا العرض هو نجوم الثلاثة. بعد النجوم الثلاثة قعدت نخمم في عرض آخر. جاتني الفكرة اللي هو موضوع العرض الجديد هذا على ضفاف المتوسط. على ضفاف المتوسط هو لقاء بين 3 فنانين من دول متوسطية اللي هي إيطاليا وفرنسا وتونس. هذا اللقاء معناها يقع لأول مرة ومعنى وقعت اتصالات. انا اتصلت بهذا الفنان الفرنسي اللي هو عازف ترومبيت مشهور ما شاء الله بدوني والمطربة الايطالية اسمها سارة مارتيرانا وانا كتونس وحكيت معهم على الفكرة. عجبتهم الفكرة اولا معنى عجبتهم من ناحية الشكل وانه يتلقوا 3 مع بعضهم يقعدوا على نفس الركح ما يهبط لحد يقعد على نفس الركح باش كل واحد يشارك معناها يقع تشارك مع الكزوز المتصلين خير كي نقف انا نغني هما يتبعوا معايا ويحاولوا يتبعوني في الغناء ويغنيوا معايا. فكرة حلوة ياسر وفكرة جميلة ياسر. لا حلو برشا. وهذا العرض
معناها كي تم عطيناه نحن المداخيل كل لجمعيه روتاري المرسى. صح صح مشكور. تو مش يجيو العرض مش يتعدى غدوه الحي السته غير ربع على قناه حنا بعد. اللي يسمعوا الناس اللي يسمعوا فيها واللي يحبوا يكتشفوا هذا العرض. يتفرجوا غدوه بالسته غير ربع معناها حتى السبعه. في العرض هذا ومش يستمتعوا الجلس اللي فيه العرض أطر الطفلة الإيطالية غنيت أغاني إيطالية وأنا غنيت أغاني تونسية والسيد الفرنساوي عزف حاجات فرنسية أيضا. حبيت نولي معناها نعطي اهتمام كبير للآلة معناها في وسط العرض مش تلقاو حمزة أوبا اللي هو من أحسن العازفين كمان خرج وحده وعمل لنا قطعة موسيقية. بعده خرج عبد الباسط متسهل فنان كبير عمل لنا قطعه موسيقيه تم انتاجها للعرض. وبعدهم مولاي بالاكورديون اعطيته فرصه انا عمره جي 17 سنه غول في الاكورديون قدم لنا قطعه على الاكورديون على دونك المتفرج ايش يلقى كوكتيل ان شاء الله للاغاني الايطاليه التونسيه الفرنسيه ويلقى كوكتيل من الموسيقى التونسية والفرنسية والإيطالية وكلهم مع بعض هذي عملناها للجمهور اللي استمتع بالعرض. وهذا الكلام الكل قلته اللي قلته لكم تلقوه غدوة في العرض في البث اللي بيشتبث وقناة حنا بعد الستة غير بعض للسبعة وأيضا قناة تلفزة تيبي بيشتبث التسعة متاع اللي الغدوة الحي هو نفس العرض هذا خويا زين على القناة الآسيوية في جنوب شرق آسيا ولا مش هو نفسه؟ لا النجوم الثلاثة خذوه قنوات آسيوية. أيوة. أما العرض هذا مازال نخذوه حتى خذوه زوج قنوات هذوما تو حاليا. فهمت. وإن شاء الله طلبوني زاد الوطنية الأولى والثانية باش ننزلهم النسخ. لكن بالنسبة للعيد حبيت أنا معناها يخرج في العيد والحمد لله إن شاء الله غدا الحي على قناة حنا بعد ستة غير بعض. تفرجوا. على ضفاف المتوسط أيوة. يعني ما يكونش حكر على الناس اللي حضرت في دار الأوبرا يعني أو في مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة هذوك استمتعوا به نحبوا نحن أيضا كمشاهدين في داخل الجمهورية وأيضا على القنوات الفضائية التونسية يستمتعوا به ويشوفوه إن شاء الله. بالطبع إن شاء الله خاطر الحقيقة اللي علاش السبب الوحيد خاطر مكتب ثمافية ما يسمى الاكسكلوزيفيتي وقت اللي انا عملنا الحفلة التغطية جات قناة حنا بعد وقناة التلفزيون اي دونك شرطوا عليا قالوا نحن بدا بينا ناخذوه حصريا الاولانيين حصريا نحن وبعد توزعوا على قنوات اخرى وفهمت هذيك نحب نسالك للمبدا معناها الاخلاقي واللي اتفقنا فيه وانه اعطيتهم قلت لهم نهار العيد جميل برمجة فرصة طيبة إن شاء الله غدوة نتمتع به إن شاء الله إن شاء الله أنتم تتفرجوا فيه غدوة الحي وتتابعوه حلو برشا حاجة راقية برشا وما عملية أكيد إحنا شفناه وخلي زادة مستمعين الكرام ومشاهدين يزيدوا يتابعوا على هذه القنوات يستمتعوا به إن شاء الله. مدام سندس تحب تسلم عليك تقول لك عيدك مبروك. عيدك مبروك مدام زميلتنا في إذاعة حياة فهم. مرحبا عايشك مرحبا بيك سيدي. اهلا بيك مدام صندس مبروك عيدك مبارك سيدي. تهانية ليك والكفة العاملين في الإذاعة مدام. يعيشك ربي يفضلك ونحن نحيوك من بلادك ومن القروان انت عادة غنية على التعريف. نتشرف فيكم بالطبيعة. يعيشك أستاذنا نتصور اني العرض متاع غدوة مش يكون كما يقولوا بالفرنسي ان شادوفر. ان شاء الله عايشك هو ثم راهو ان سبوت قاعد يدور ما عادش حطيته حتى على الصفحه نتاعي ثم ان سبوت بور لي بيرسون لي جون معناها كي نون با معناها ديدي على الحكايه ان سبوت على الباج نتاعي تنجم تحطوه حتى كهكا تاخذوا تعمل بارتاجي وتحطوه حتى على الباج نتاعكم انتم سبوت هذا يعطيك فكره اوليه على العرض وما نحبش نتكلم برشا عليه خاطر نحب هو يتكلم على العرض. صحيح صورة جميلة برشا ليماج ان شاء الله. اني حسب ما كنت نتبع في الديسكريبسيون اللي عملتها انت للاعمال نتاعك
نحس اللي انت مطرب العروض المترابطه بخيط فني مشترك بين فقراتها. انت تو قاعد تعمل كانه ثم اديب يكتب في سلسله تاع اقصصات ذكرنا بين القصرين وذكرنا جميل جميل هذا التوصيف. نعم معناتها تحس ثم ترابط في الاعمال الفنيه نتاعك، ما ثمش قطيعه معناتها الحقيقه هو الحاجه اللي تخلي تاريخك انت الموسيقي يتبع الانسان معناتها بحي زمني طويل. كان نحكيو على الكبارات نتاع الموسيقى المصريه عبد الوهاب وفهمتني يا استاذ زين، حسيت نحب نحييك وكانت فرصه سعيده ليا اني نحاول معاك الليله ان شاء الله تابع البرنامج، وان شاء الله كان نجمنا احنا الحياه فيه غدوه نعملوا مواكبه حصريه للعرض نتاعك، وكان نجمنا نبعثوا دي جورناليست يعيشك ربي يفضلك ويشجعني ايضا ربي يفضلك ويبارك فيك خويا الزين الغالي وديما على قلوبنا زين يا غالي، وكلنا في قيروان نسلموا عليك وكل مستمعينك الاوفياء يحبوا ديما يقولوا لك عيدك مبارك، وسلمنا على كل الاهل والاخيان. وتغتفر الخطايا والذنوب الهادي به أنجيكم. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع متابعينا ومستمعينا على قناتكم قناة الحياة اف ام الإذاعة الفتية التي ما فتئة تقدم لكم الجديد. إن شاء الله عيدكم مبارك وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله تستمتعوا معنا في هذه الفترة الثانية من هذه السهرة. إذن في هذه الفترة الثانية نريد أن نستقبل معنا فنان قيرواني عازف قدير، يعني شو نقوله، يعني هو من أحسن العازفين الموجودين على مستوى الجمهورية التونسية على آلة الباس، وهو مرجع في الموسيقى وفي مجاله، يضيف الكثير مع كل فرقة اشتغل معها وكل مجموعة انضم لها إلا وأضاف لها بأنامله السحرية. نستقبله معنا الفنان القدير أحمد فلفول. قولوا لك عيدك مبارك أستاذ أحمد. أخوي سفيان أهلا وسهلا أستاذنا، أهلا وسهلا مرحبا بك، إن شاء الله عيدك مبروك. عيد مبارك علينا وعليكم وجميع المسلمين. الله يبارك لك الله يخليك أستاذنا. فضلك فضلك. إذا نحبوا نسمعوك ونسمعوا تهانيك لشكون تهديها لشكون توصلها. والله سفيان أنا الحق نتبع بكري معناها مدة في الحصة، يعني ممتعة الإبداع والطريقة والتقديم والإثراء. العفو لله. كل على القيروان فيها كمخزون ثقافي جديد وقديم، يعني توا تحس أنا أقول ممكن تحس بالفنانين اللي مش معروفين اللي مش معناها ما يستناو في طريقة أو يعني كيما قلت كيما اللي صار في الصالون، يعني هكذا يعني كيفاش الفولونتي وتعرف اللي كلها يعني خدمه وتكنيك وانترينمون وهذاك هو، يعني لما تعمل موسيقى في مستوى طيب صحيح واسمه مجهود واسمه عمل، يعني الفن يعني حاجه رائعه، مش يعني مش كيما قلنا نحن دوني مش هيك، الانسان يكون يخدمها وكذا ويكون مقتنع اللي كله يعمل فيه للقيروان. صحيح انا هكذا. صحيح أستاذ أحمد، يعني إذا كان نسألوك مثلا على رأيك مثلا في دورة السناء التي أطلق عليها اسم عودة الروح بعدما يعني انقطعت دورة مهرجان المدينة، عادت بطريقة جديدة وبمشاركات ما شاء الله، نحب نسمع رأيك في هذه الدورة. بصراحة أنا رأيتها الدورة طيبة وخرجت كثير من الأشياء اللي بعض الناس ما كانت تتصورها، اللي معناها أنا هكذا فما يعني استعداد. نعم كلمة متاع بشير السلمي اللي لما يقول لما يطلب الجمهور والناس يقول بربي بحافظوا عليها الفرقة هذه بربي، يعني فرقة صالون القيروان الموسيقى اكزامبل هذايا نعم العربية بطبيعة الحال الشيء اللي عشته أنا واللي شفته واللي سمعت عليه كيما مثلا بعض العروض اللي تعاملوا من القيروان ممتازين. نعم نعم تحية لكل المشاركين بصراحة
حسيت اللي كاني فما نوع من العطش تنساش عميل يقولونا أثر على برشا ناس. أنا إن شاء الله تكون يعني دافع باش الناس كل الصفات فما حكيت محبة محبة يعني محبة ريال معناها الناس تكون جدية فهمت خروين تحج بالناس تعج بالطاقات وتعج يعني بالموسيقات الجميلة نعم من 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 الإنجاز الإنجاز يزمو شوية خدمة ويزمو شوية تضحية ويزمو شوية وإمكانيات كله ما بعده إن شاء الله هذا بتكاتف الجهود بجهودكم أستاذنا وبكل المشاركين وحتى ولو فما اختلاف في العروض فإن في الاختلاف فما إثراء للمشهد الثقافي ونحب المناسبة طبعا. نشكر صديقنا شكري العياري على ما قدمه في عرض المداح وكل الموسيقيين والأساتذة الذين ساهموا في إنجاحه وكذلك عرض نوى للأستاذ الفنان حاتم دربال وكلهم يعني متميزون كل في مجاله والاختلاف يثري المشهد الثقافي والفني ولعل أيضا من أبرز الأشياء التي سلطت الأضواء على هذا المشهد في هذا المهرجان العدسة السحرية لنور اللجام نور هي ساهمت في تقديم المهرجان بطريقة مغايرة نور أيضا أتحفتنا بعدستها الجميلة السحرية فاستضفناها اليوم نحب يعني نشد على أيديها هي في مقتبل الطريق في مقتبل العمر في بداية الطريق لكنها دخلت من الباب الكبير لم تدخل من الباب الصغير هي دخلت من باب التميز فكانت متميزة وكانت مضيفة ونجمة ملألأة متلألئة في سماء الإبداع نحب نقول لها يعطيك الصحة يا نور وربي يعاونك باش تتقدم في مجالك وانت تحب برشا خدمتك وهذا ما لمسناه اللي انت تخدم في الخدمة متاعك بكل حب فنقول لك ساعة وشاهدك مبروك نور مرحبا بك معانا مرحبا بك سيسفين مرحبا بك مرحبا بك مستمعين الكرام وكل شيء نحب نشكرك على الاستضافة العفو هذا واجب ونقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالصحة والعافية أهلا وسهلا أهلا بنور أهلا وسهلا نقدم روحي أنا نور نور الهودي اللاجي تشرفوا ناشطة مجتمع مدني وصحفية وفوتوغراف في نفس الوقت ما شاء الله عايشة سيسفين كيفاش ريت بالعدسة يعني اللونج اللي كيما نقولوا زاوية الرؤية بتاعك للمهرجان وللسهرات وتقييمك يعني ومشاركتك أكيد أنت لما تغطي التغطية الإعلامية من خلال العدسة فما أشياء ومشاهد تستهويك وتعجبك فتركز عليها أكثر لو تحكي لنا بعض العروض والمشاهد والمقتطفات التي أعجبتك وخليتك يعني تعيش فترة من الانتشاء الثقافي الذي يحمل بين طياته إبداع المبدعة والفنانة نور الهدى اللجام شكرا بما أني كنت مشرفة ومنسقة إعلامية في عديد العروض بالمهرجان نحب نبدي رأي وكل صراحة يعني عروض مشرفة وغاية في الروعة يعني بدون وبالمناسبة بالمناسبة مش ما ننساش نحب نشكر كل من ساهم في هذه العروض كل من احتضن هذه العروض من فضاءات مفتوحة وفضاءات مغلقة ولعل على رأسها ولعل أهم هو فضاء المركب الثقافي أسد ابن الفرات بالقيروان وعلى رأسه صديقنا الغالي العزيز الذي ما فتئ يدعم كل نشاط ثقافي الأستاذ خميس المساهلي تحية له وتحية أيضا للسيد نجيب الكسراوي المندوب الجهوي للثقافة الذي لم يستثني أحدا من العروض الذي قدم دعما يعني معنويا وماديا وفعل أعتقد أنه فعل ما بوسعه لتشريك أكثر ما يمكن من الفنانين والفرق التي تقدمت بطلبات لتغطية هذه التظاهرات أنت شنو رأيك نور؟ سمحني قطعتك شوي حبيت أن نقول هذه كلمة في حقها هذم الناس اللي ريتهم يعني أنهم يعني قاموا بواجب ونشكرهم باش أنا مش نعطي إضافة معناها أنت كرمت سي خميس وسعيد المندوب أنا نحب نكرم معهم سي خالد العجرودي وسي المنصف جمعة تحية ليهم تحية ليهم وما ننسيش زيدا سيكوريتي ميجري اللي هما أكثر ناس وقفوا معايا في عرض في حسر معناها نقدم لهم تحية ليهم أي تحية ليهم وشكرا
محسني احسنت. يعطيك الصحه. نعم. عايشك بارك الله فيك. نعم. وين قلت لك نحب نبدي رايي بكل صراحه، معناها هي العروض كلها مشرفه الحمد لله ومميزه ما شاء الله. لكن احسن العروض بالنسبه لي انا هو عرض فيح السر للفنان الهادي عينينو. تحيه للفنان القيرواني هادي عينينو. حسب حاجه حلوه جميله صح من ناحيه الاداء والاضواء والتجهيزات الصوتيه، وهذا بشهاده الجمهور مش كان انا يقول. وعلى فكره التجهيزات الصوتيه مره تكون يعني ديودي بقى فما انا شفتها في عروض اخرى التجهيزات الصوتيه كما نقولوا احنا تعبه شوي. لكن في عرض الهيتي ما شاء الله يعني هو عرف منين يجيب الماتيريال نتاعو. صحيح. وثم ما حتى الفضاء عنده قيمه. حتى الفضاء مفتوح. الفضاء مفتوح. الفضاء مفتوح عنده قيمه. زيد اكثر حاجه انا عجبتني هي عرض المداح. انا صحيح خدمته في المولد لكن اكتشفت حاجه جديده. ثم تطوير. يعطيك الصحه. والاضواء ما شاء الله معناها خليتني انا نزيد نبدع عاونتني مع تحية عن طريق سي قاسم اللي هو موجود معنا. نقول لهم يعطيكم الصحة كل الأعضاء وكل المشاركين من خلال سي قاسم الشواشي اللي هو موجود معنا. زيد ما نجمش ننسى عرض رقائق عربية صالون القيروي للموسيقى العربية. شكرا. اللي أنا مكلفة بالإعلام نتاعو. كما زيد ذكرنا الحاجات الإيجابية كما كنا نحيو معناها الحاجات السلبية اللي هي عندنا مشكلة في السونو. انا مشيت وكبت عرض التجليات في معتمدية شبيكة. معني الحاجة اللي شفتها اني مركب ثقافي ما عندوش سونو. يعني تصور انت مركب ثقافي جي استافيت فجي بس الماتريال كأني انا حسيت نحب بين قوسين نقولها حسيت كأني في دار عرس مانيش في مركب ثقافي صراحة. معناها انا نوجه المنبر هذا بالسيد المندوب شوف لهم حل ان شاء الله. ان شاء الله تكون دور الثقافة الكل يعني فيها التغطية. المهم هي اهم حاجة اللي تحسسنا فما نفس جديد. يعطيك فما روح جديدة. فما خدمة. ناس كلها خدمة بصراحة. وتحس الناس كلها فما اجتهاد. كل سواء من عملنا المندوب ولا من سيس خميس المدير المركب الثقافي ولا زاد حتى الفنانين زاد اجتهدوا زاد. اي ما شاء الله. وعملوا مشاريع حلوه عملوا معناها عروض حلوه. طيب الفنانين اللي قلت اجتهدوا يا ريت انت تو تجتهد شوي وتسمعنا حاجه حلوه. أي. وتهديها ساعه قبل من نمشي نور الهدى. عندها شي اضافه باش تختم كلامها؟ انا نحب نقول في الاجمال هي عروض مميزه ومشرفه صراحه. وانت شرفتنا ايضا. عايشك بوجود في المهرجان، وجودك في الصالون، وجودك في العديد من الجمعيات، ويعطيك الصحة. هذا من باب الحماس اللي عندك. عايش. والشباب دائما يتقدوا حماسنا، وإن شاء الله توصل تعمل حاجة جميلة في الباركور بتاعك في حياتك المهنية. هذا كله تشجيعاتكم. الله يفضلك، تسحق كل خير. بلغ ناس فيها شنو منك طلب. تفضل. عندي إهداء خاص لصديقي والخويا يلا الأستاذ منظر نقرة. تحية ليه الأستاذ منظر نقرة. اللي ما ننساوش اللي معناها راي من الاول الفكره نتاع الصالون بدات انطلقت من منزله هو. صحيح. فهمتني هذيا. مش رمضان السنه معناها رمضان عمناوي في وقت الكورونا كنا نجتمعوا. الكورونا كنا نجتمع وكان عامل لنا فضاء جميل ونشكروه ونستكثروا خيره. فهمتني ولا بارك الله فيه. بارك الله فيك. ما نسمع حاجه حلوه نسمع. وعلى هذه الانغام نقول لكم حبيبي ان شاء الله كل عام وانتم بخير وان شاء الله ينعاد عليكم بالخير والبركه. ونعاود نحيي صديقنا احمد مخلوفي وصديقنا سهيل السالمي وكل من ساهم في انجاح هذه الحصه. ونقول لكم من خلال ميكروفون اذاعه الحياه اف ام ومقدم البرنامج ومعد سفيان العماري نقول لكم عيدكم مبروك. ومع هذا النغم استودعكم الله. الى اللقاء. سيرين مع بعضنا. يا بي يا حبيبي السعيد
يسعد أوقاته عالجمال سلطان. اتقربت من البعيد باش نشارككم فرحة العيد وأجواء الفرحة.